ووتر كولد. الحقيقة ان ووتر كولد ده في سيستم في تفاصيل اكتر. ان الووتر كولد زي ما شايفين في نوعين اتنين من المحركات. هل المحرك ده ستيشنري يعني واقف في مكانه في معمل زي مثلا معمل او مصنع كبير فهو واقف في المصنع او في غرفة محركات زي باور بلانت فيها انجنز كتيرة كلهم واقفين، ولا الانجن ده بيتحرك يعني شغال في تراكشن اللي هو الجر يعني محرك في طيارة او سوري محرك عربية. ففي الحالة دي لا انت محتاج تبقى عندك حاجة اسمها كلوزد سيركت او كلوزد لوب. ايه بقى حكاية الكلوزد لوب؟ معناه ان انا عندي جهاز اسمه الريتير او الهيت اكشينجر زي ما احنا شايفينه اهو، وظيفته ايه؟ وظيفته انه يبرد الميه. خد بالك انه اتجاه الميه دخلاله عند 70 من تحت، تسخن 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 بحد اقصى وقت 90، بنجمعها من فوق ونوديها على الريتير اللي عباره عن مجموعه من مواسير عليها من بره فنز، وبالمروحه بيحصل عندي انتقال حراره من الميه الى الهواء الجوي عشان انزل الميه من 90 لغايه كام؟ 70. طب ليه الكلام ده؟ ليه الدلتا تي صغيره مش كبيره؟ لان انا مش عايز اعمل ثيرمال ستريس على الاسطوانه. لو خليت الميه بارده قوي والاسطوانه سخنه قوي الدلتا تي هيبقى كبير عليها تبتدي يحصل ثيرمال ستريس. الحاجه الثانيه هو ليه احنا ماشيين بالطريقه دي؟ يعني ليه ما عملناش العكس؟ ايه هو العكس؟ انا كان ممكن ادخل اهو، ممكن ادخل الميه من فوق تمشي تمشي كده في الاتجاه ده، وبعدين اوديها هنا وخلي 90 من تحت والميه تطلع لفوق في الريتير مفيش مشكله، هتبرد لغايه 70 وقاعد ترجع تاني. لا ليه بقى؟ لان بص كده تاني على توزيع درجات الحراره جوه الاسطوانه. لو انت فاكر احنا كنا بنقول ان الاسطوانه تحت درجه حرارتها اخبارها ايه؟ ممكن تبقى 90 ولا حاجه، لكن اسطوانه فوق دي بتوصل ل 140 و150 و180. فانا محتاج اعمل ايه؟ ابدا من تحت ب 70 فيبقى الدلتا تي بين 70 و90 كام؟ 20 مثلا. طب وهي ماشيه المايه دي عماله تسخن لغايه لما في نهايه الاسطوانه هيبقى الفرق هنا 90 و50 افضل بكتير من لو كان لو انت دخلت ميه ساقعه 70 مره واحده على فرق 150، ويبقى كده انت عملت دلتا تي كبير فيعمل ثيرمال ستريس على الاسطوانه ويحصل لها شروخ. دايما بندخل المايه في اتجاه زياده التمبريتشر جوه بالاسطوانه، يعني الاسطوانه جايه من تحت لفوق درجه الحراره بتزيد يبقى نفس اتجاه بردك الدخول الميه بتتبريد. ده اللي هو كلوزد سيركت. طبعا خد بالك ان في مشكله بتحصل عندي انه ده النظام القديم ان انا بحط ميه وتعمل لها سيركوليشن حوالين الاسطوانه بالمنظر ده. طبعا اللي بيعمل سيركوليشن هو مين؟ هو البامب. البامب واخده حركه من الانجن بتزق الفلو وتشغله وتعمل له سيركوليشن بالمنظر ده، وكل ما الانجن سرعته تزيد فمحتاج كولينج اكتر، بالتالي سرعه البامب كمان هي كمان بتزيد فالفلوريت بتاع الميه التبريد تزيد. لكن الميه مع الوقت هيحصل لها ايه؟ هتسبب ان الاجزاء الميكانيكيه اللي جوه او المعادن الحديد اللي جوه هتصدي. فالحل اللي بيعملوا ايه؟ بيستخدموا حاجه اسمها ايثيلين جلايكول اللي هو بنسبه 50 ل 50، بحيث ان الميكتشر ده منه يبرد وفي نفس الوقت هو مانع للصدى، بيعمل ريزيستنس للكروجن، وفي نفس الوقت في الدول البارده اللي ممكن درجه الحراره توصل فيها ناقص 10 او ناقص 20 ده بيمنع تجمد الميه. لو انا عندي ميه طب ما هي حوالين الريتير درجه الحراره بقت اقل من زيرو الميه دي هتتجمد. الحل اللي بنحط موانع للتجمد اللي هو بتقلل درجه حراره التجمد بتاعتنا لاقل بكتير من ناقص 10 واكتر بان انا ازود ايثيلين جلايكول بالنسبه للميه. طيب لكن في نوع تاني من الكولينج سيستم بالووتر عن طريق حاجه اسمها الاوبن سيركت. ايه حكايه الاوبن سيركت دي؟ ان انا الميه جايه لي من الحنفيه، المحرك ده واقف عندي فانا عندي حنفيه او مصدر بيسموه تاب ووتر، باخد ميه من عند 25. طب 25 لو دخلت على الانجن دي تعمل له مشكله. فالحل ان انا بعمل ايه؟ الاول باخد ميه سخنه من الانجن عند 90، اعمل لها ميكس مع الميه اللي عند مين؟ 25 لغايه لما اوصلها لغايه كام؟ 70 درجه مئويه. وهي دي اللي ادخلها على الانجن، وزي ما خدت كميه ميه عند 25 هرمي ميه للجو او للسنك عند كام؟ 90. وبالتالي كده دايما الانجن بردك متعرض لدرجه حراره ما بين انبوت واوتبوت حوالي 70 90. ده في الانجنز اللي هي العاديه. لكن في طريقه كمان ثانيه ان انا ممكن اعمل ايه؟ اني اضغط المايه دي، المايه دي لو اصبحت مضغوطه فمش هيحصل لها بويلنج عند 100 درجه مئويه، لا ده ممكن يحصل لها بويلنج عند مثلا كام؟ 110 120. وبالتالي ده هيمكنني ان انا ممكن اخلي الدلتا تي اللي هي من 90 ل 70 دي تزيد شويه.
وممكن اشتغل على درجه حراره ايه اعلى. طب وايه الحكايه من كده؟ كل ما درجه حراره الميه التبريد عليت شويه زي الهواء، هيساعد كده ان الافشنسي بتاعت الانجن تتحسن، لان هيبقى انتقال الحراره جاي لك من كومباشن درجه حراره اعلى. الدلتا تي خد بالك انها من اسباب الايرفرسابيلتي، كل ما الدلتا تي بتزيد كل ما الايرفرسابيلتي بتزيد. ارجع للثيرمودينامكس، ومعنى كده ان انت عندك اللوس في الانرجي المفيده كتير، هيبقى عالي، هتحولها الى مش من اكسيرجي، تحولها الى انرجي. طيب السيركت شغاله ازاي؟ الحقيقه ان انا ممكن لما ابص كده ادي الراتير بتاعي، والراتير ده فيه اهو قلنا المدخل بتاع الميه السخنه من فوق اهو، وده المخرج اللي هي عند 70 وراجع تاني عن طريق حاجه اسمها ترومبه الميه. زي ما انت شايف هنا ترومبه الميه هي المسؤوله عن السيركوليشن للميه حوالين الانجن. بس في حاجات تانيه كمان موجوده معايا. اولا ايه كمان؟ في عندي كمان غير الخراطيم، في عندي خراطيم وعند البروحه، وعندي كمان في حاجه اسمها ريزرفوار. ايه حكايه الريزرفوار ده؟ انه الميه دي مع الوقت لما هتسخن، او حتى لو كانت عليها ميه وعليها اثيرين جلايكول، لما بتسخن بيحصل لها اكسبانشن، وكمان نتيجه الحراره فده كلوزد فوليوم، فالضغط هيزيد، فانا عايز الزياده تروح فين؟ للتانك اللي هو الزياده ده. ده عليه مؤشرين اتنين، لو ومينيمم، ماكسيمم ومينيمم. المفروض الميه اصلا فيه تكون في النص، يعني تسيب مسافه هواء عشان الزياده تروح فيها. طب ولما الانجن ده مره في مره في مره عمال ياخد الزياده ويوديها لك فين؟ في التانك ده. طب ما هو السيركت دي هتقل كميه الميه اللي فيها، فالحل نعمل ايه؟ عايزين نرجع الميه من الريزرفوار ده تاني الى التانك او السيستم بتاعي بتاع الكولينج، وده اللي هنشوفه بعد شويه. ساعات انا ممكن استفاد كمان بالميه السخنه دي فين؟ في فصل الشتاء، ان انا ممكن اخد منها فرع كده وعلى مروحه وهيت اكشنجر جوه العربيه، وتعمل لي عمليه تدفئه للناس اللي قاعدين جوه. هو بالنا انه مكونات الميه التبريد هي عباره عن راديتير، هيت اكشنجر يعني، سنترفيوجال بامب، فليكسبل هوزز، ومروحه، وثيرموستات. ايه حكايه الثيرموستات ده بقى؟ اللي هي الحته دي هنجي لها بعد شويه. معادن بتاعته ممكن تبقى نحاس او المنيوم، بس غالبا دلوقتي كله بقى المنيوم. ممكن يبقى داون فلو، يعني الميه جايه من فوق لتحت بالمنظر ده. وخد بالك ان ممكن يبقى في عندي حته كمان اضافيه، دي عشان لو انا عندي زيت في المحرك او زيت بيعمل المحركات الكبيره، او لو كان عندي نظام التحكم في السرعات بالحاجه اسمها هيدروليك سيستم، او ان عندي العربيه دي شغاله اوتوماتيك ففي محتاجه زيت ابرده، فده بيبقى الوصله بتاعه تغيير الزيت. او ممكن يكون عندي كروس فلو، يعني الميه داخله من الشمال اليمين او من اليمين الشمال والهواء عمودي عليها.